apple a day keeps the doctor away. مين قال ما فيكم تطبقوا هالمقولة بمجرد ما تشربوا كبية من عصير التفاح بالنهار؟ خليني أذكركم ببعض منافع عصير التفاح. هو بخفض مستويات الكوليسترول السيء بالجسم وبقوي صحة القلب والأوعية الدموية للشخص. عصير التفاح مفيد لتخفيض وزنكم، لهيك فيكم تستمتعوا عطول برشاقتكم وتشربوا كل يوم كبية. عصير التفاح غني كتير بالبوتاسيوم ولهيك مفيد للأشخاص اللي بيعانوا من التهاب المفاصل والروماتيزم. كمان بيكافح الإمساك بشكل فعال. عصير التفاح بينظف الكبد والكلاوة وهيك بيخفف كتير من احتمال الإصابة بأمراض الكبد أو الكلاوة. وللنساء عصير التفاح مع شوية عسل بيساعد كتير لعلاج فقر الدم في فترة الحمل. تذكروا عصير التفاح بيحتوي على مضادات الأكسدية اللي بتمنع أنواع مختلفة من السرطان. وهلأ إذا بتعانوا من الربو كمان شربوا عصير تفاح لأنه مفيد كتير للروية. مين قال عصير تفاح طازة ما كله منافع؟ أنا قال. شوفكم بكرة. We'll be right back.